بيجو ويك بتبلش اليوم على اوتو فوكس. رح نكون عم نستعرض اجدد المودلز تبع سيارات بيجو لسنه 2013. رح نبلش اليوم مع البيجو 207 يلي اتس ان اربن كار اتس ا سيتي كار، بس وقت معروفه كثير للفيول كونسبشن تبعيتها، لا اكيد شكلها والسايز تبعها الصغير يلي اكيد تفيت ومن كان، وخصوصا بالجروينج سيتيز بالعالم كله، وخصوصا كمان ببيروت باكيد مشاكل الباركينجز. هالسياره يمكن اي ثينك اتس ا بيرفكت ماتش لكل الاشخاص اللي عم يفتشوا انه يكونوا انر سيتي، وكمان حتى اذا بده يظهروا من سيتي لسيتي اتس ا كار لكل هالاشخاص. اتس 1.6 لتر انجن فور سيلندرز 120 حصان. السياره اكيد الفيول كاباسيتي تبعيتها هو 55 لتر. اوتوماتيك سبيد اكيد اتس ان دل اي سي، في اكيد ال 207 سي سي بتجي اكيد اطول وبتجي كوبي وبتجي سياره كثير حلوه. كمان هي السياره بتعقد لكل الاشخاص يلي اذا عم يشتروها لاول سياره تكون لالون. اتس ا فور ويل درايف اكيد معروفه. الاي اف يو الامرجنسي بريك اسيستنت، الار اي اف والالكترونيك بريك بريشر بالانس، هن اكيد انظمه التراكشن كنترول والستابيلتي كنترول حتى تكون ثابت السياره. كمان بالاضافه للاي بي اس سيستم يلي اكيد بخلي السياره دائما تكون ثابته على الارض. الكونتري اوف اوريجن اكيد من فرنسا، بما انه صانع بيجو طلق البيجو 207 بسنه 2007 لل 2009 بنفس الموديل، ومن 2010 ل 2013 صارت بهالنيو فيز الفاز 2 تبع البرودكشن تبعيتهم. بنشوفها اكيد للسياره من جوا من داخل اكيد يلي دائما بتكون سمبلستيك من جوا حتى تكون افيكاس وكل الاشخاص يقدروا يستعملوا الفانكشناليتيز تبعولها والاوبشنز بطريقه كثير سهله. فيها باور ستيرينج، نفس الوقت ريموت سنترال لوكينج اكيد تقفل السياره من كل المطارح، اربع شبابيك على الكهرباء، اون بورد كمبيوتر والفوغ لايتس. المهم نقوله انه اكيد تنزلوا على كل البرانشز واهمهم اكيد البرانش المهم يلي هو كورنيش النهر يلي فيكم تنزلوا تشوفوا اكيد كل صالات العرض وكل السيارات بقلب صالات العرض، غير كمان في بيجونيه طرابلس صيدا سور بعبده وشوف، فيكم اكيد تشوفوا كل السيارات يلي موجوده، فيكم تشوفوها بكذا لون والاوبشنز يلي بيكون تزيدوها على السياره، كمان فيكم تشوفوا اللي انت بناسبكم وتشوا السياره. كمان من قدام الشكل تبعها ما كثير تغير بسنه 2013، سمول تشينجز، في فوغ لايتس محطوطين عليها حتى تكون اكيد فيزيبيليتي بحال كان في خطيطه او اكيد فيزيبيليتي عاطله ضوء الفوغ لايتس وتقشعوا كل الطريق قدامكم. كمان مره جديده بدي اذكركم انه كمان في اوبشنز الدفع وتسهيلات بالدفع كثير مهمه من شركه بيجو عم تقدم لكم اياها من خلال اوتو فوكس، وكمان من خلال wheelers.com.lb اللي فيكم هالويب سايت تفوتوا وتشوفوا كل السيارات يلي هن 0 كيلومترز موجودين بلبنان. خلينا نقول لكم شوي صغيره من الاوبشنز يلي عم بيعطوكم اياهم تدفعوا 0% داون بيمنت، كمان لسبع سنين كريدت فاسيلتيز تسهيلات بالدفع والتقسيط، ديسكاونتد برايسز لكل الاشخاص يلي رح يشتروا سياراتهم من خلال اوتو فوكس او wheelers.com.lb. السيفتي فيتشرز ببلش بسيارات بيجو كلها، مينيموم 2 اير باجز واي بي اس على كل السيارات، وفي جارانتي على 3 سنين او على 100,000 كيلومتر حسب اكيد. بذكركم مره جديده المين برانش تبع شركه بيجو هو بكورنيش النهر، يعني فيكم اكيد تروحوا لهونيك وتشوفوا كل السيارات وهذه الصاله يلي اكثر شيء مهمه. كمان برانشز مره جديده بجونيه طرابلس صيدا سور شوف وكمان بيب عبده، ورقم التليفون هو 01-587-4444 اكيد تتصلوا وتعرفوا اكثر عن هالمودلز. البيجو موجوده معنا اليوم، كنت عم بقول لكم عنها شويه سبيكس مهمه. مره جديده بذكركم انه هالسياره اتس سيتي كار اتس ان اربن كار، الفيول ايكونومي تبعيتها كثير مهم من اهمها، وشركه بيجو عالميا بايعه من سنه 2007 لسنه 2013 رح يطلع 4 مليون نسخه عن سياره بيجو 207، غير اكيد سياراتها الناجحه غير، ومش هيك بيجو تراستورثي، ناس بتوثق فيها وين ما كان بالعالم، وخصوصا بلبنان بنشوف كثير سيارات بيجو على الطرقات تبعيتنا. فمشان هيك اذا حابين مره جديده تروحوا وتشوفوا الشوروم تبع بيجو ما لكم الا تروحوا اكيد على كورنيش النهر او على طرابلس جونيه صيدا سور
وبعبدا وكمان بشوف وين ما كان بلبنان فيه قريب عليكم فيكم اكيد تروحوا تشوفوا السيارات لكن رح اترككم وتشوفوا اكثر السياره اللي اعتبروا هلا وتشوفوها من كل النواحي اذا حبيتوا البيجو 207 في اوبشنز فيكم تزودوها بحال رحتوا على الشورومز وكمان فيزيت wheelers.com.lb حتى تشوفوا كل السيارات اللي هي 0 كيلومترز بلبنان بترككم مع بيجو 207 Can't tell me, say, hey, catch up.